رزعه هنا، اوعى تتحركي طول ما رجعنا. معاها جوز مين؟ جوز امك. اللهم طولك يا روح. وده كمان اصل خالتي بتحب تبرطع رجليها وهي نايمه. هو في ايه بالظبط؟ انا عايزه افهم. كان فيه وخلص. تحبي اجيب لك معايا وانا جايه؟ لا يا حبيبتي، كفي نفسك الاول وغوري من طريقي. لا 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 لا، بلاش العوق ده معايا يا حلوه. العوق لغايه دلوقتي يا حبيبتي بتسمعيه من بقي، بعد كده هتسمعيه من بقي والشبشب اللي في رجلي. انا كده خفت يا نسوان، حد يجيب لي طاسه الخضه. لا ده انت عايزه تتربي يا حبيبتي. عشان اعلمك بقى الادب اولها وانت داخله عليا. فاكره نفسك ايه؟ نفسك ايه؟ ما تتلموا بقى. بس يا ستة انت وهي بعادوا حلو عندي راحتي وهي. الله ابعدي يا وليه انت. اقسم بالله كدابه، هي اللي عماله تراضيني من ساعه ما دخلت، وكل الناس دول شاهدين علينا وقابله سرور كمان. او النبي سالي العمله اللي قاعده دي هي اللي تشهد. طبعا هشهد. بصراحه بصراحه يا حضره السول، الباتي دي هي اللي جرت شكلها. يا شيخ حرام عليكي. وكمان هي اللي عورت نفسها وقالت لهم انا حرمي بلايا عليه. كذب والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. ما هي كده من اولها يا كدابه يا نصابه. والله العظيم بيكذبوا عليك. انا هوريكي امي معايا. ما تستني يا ولادي كمان الله. استنى. ايوه يقولوا عليكي ساعه بلا ولادي. ايش حرام عليكم؟ اطلعي بره. حرام عليكم. خلي بتاعك. يلا بره. ايه رايك فيا يا ابله؟ شاطره يا بنت. تربيتك يا روحي. بقولك ايه يا حلوة، انا عايزة الحمام ده بيبرق، عايزة زي المراية، عايزة اشوف خلقتك فيه. سمعاني ولا ايه التاني؟ ما بترديش عليا ليه؟ معفنة يا نتنا يا حرامية. حاضر. هتضلك الخير يا اختي. ابو نصرف بتصبح عليك يا بشاويش. من يد من اقدمها يا بيضه. حبت عليك بنتي. الله مش تفتحي. معلش يا حبيبتي، اصلا ايدي كانت متوسخه فقلت اغسلها فطرطشت عليكي. مش عارفه انا مالي جايه كحلها عمتها. ما تزعليش مني، انا اسفه. مالك يا اختي بتبصيلي كده ليه؟ اكنك مثلا مش مصدقاني وانا بحور عليكي. جاي حضره الصوت، لو انت مش شايفاها بتعمل ايه؟ شايفاها ما غلطتش البنايه، جايه تغسل ايدها طرطشت الميه عليك، عملت ايه غير كده؟ لو انت ما تعرفيش ان رش الميه عداوه يا حضره الصوت. لا يا حبيبتي، عندنا هنا رش الميه محبه. اهوت الحكومة نفسها كلها كده بتشهد معايا. ليكي شوق في حاجة؟ ده انتوا كلكم كده بقى.
يعني ايه يا بيضه كلنا كده؟ يعني بنتبلى عليك يعني ولا ايه؟ لا ابدا ولا حاجه. يبقى تشتغلي وانت خارصه. معرفش بقى هي طالبه معايا نظافه النهارده، عايزاكي كده تمسحي لي الحمام وتطوقهولي وتحصليني على عنبر يا حبيبه قلبي يا مزنتي. ايه في حاجه مش عاجباكي ولا ايه؟ وعايزاكي تخلصي شقه ماما. ايه اللي نعيش فيها يا بنتي؟ مش هينفع يا حبيبي. فيها ايه بس؟ ده احنا كده هنوفر ونتجوز بسرعه. يا سلام، فرحتي انا لما اتجوز بسرعه بعيش حياتي كلها متكتف. هو متكتف ليه ان شاء الله؟ متكتف ليه؟ اصل انا شكرا ميرسي. قبل ما بنام بسيب دماغي في اوضه ورجلي في اوضه وايدي في اوضه ثالثه خالص. يعني ايه يا بنتي؟ انت بتفكريش يا بنتي الزوج مننا ما بيرتاحش غير مع مراته في بيته احماره. يا حبيبي يعني احنا هنعيش في الصاله؟ ما احنا برضه هيبقى لنا اوضتنا مقفوله علينا برضه. لا بعدين انت عبيطه ولا ايه؟ ده انت اساسا المفروض تقنعيني نعيش لوحدنا، تيجي تقولي نعيش مع ماما. طب بص كل لقمه كده وفكر هتلاقي فكره حلوه. مش عايز. بعدين فكرت ومش عايز. انا مش عارفه انت عامل كده ليه يا حبيبي. انا بسهل عليك وانت تصعبها. بقول لك ايه، سيبك من جو تسهلها وتصعبها ده. قولي بقى الفكره دي بتاعتك اساسا ولا بتاعت تغريب؟ فكرتي انا طبعا. ماشي يا تغريب ماشي. وانت ليكي رؤى معايا، عارفه ليه ولا مش عارفه؟ عشان بتسيبي ودنك الجميله دي لاي حد يقعد يرغي 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 ومش بعيد يبوظ لك حياتك. يا بنتي ده ناقص تقول لنا نشرب ايه ونخلف امتى ونعمل ايه؟ ايه ده في ايمان؟ هو انت قافش ليه اللي هي اللي قايله لي؟ قلت لك فكرتي انا. طب نفرض مثلا ان هي اللي قالت لي، ما هي برضو مامتك وعايزه مصلحتك. ريم الكلام خلص وعدي يومك على خير لو سمحتي. طب خلاص خلاص بقى. خلاص هو احنا خارجين نتبسط ولا نتعكني؟ قولي لنفسك استهان. الله. طب بحبك بقى. فك التكشيرة دي بقى. يا رشا انت شايفاني يا بنتي؟ يا مدام اصبر علي شوية. ردي علينا يا رشا، شايفانا طمنينا. ايوه انا شايفاكي يا توحى، الحمد لله انا شايفاكي. يا حبيبتي يا حبيبتي الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله شكرا يا دكتور، ربنا يخليك لينا. الحمد لله يا رب الحمد لله. هتلبس نظارة تانية يا دكتور؟ مش هنبقى نحتاج النظارة بعد كده. الحمد لله رب العالمين. يا حبيبتي يا رشا يا لهوي، ده انا ما كنتش مصدقة نفسي اليوم اللي هتفتحي فيه. انا كان هين عليا اديكي عينيا تشوفي بيها. انا كنت خايفه ما افتحش وما اشوفكيش تاني ابدا يا توحى. حبيبتي كنت خيرك يا توحى، والله جميلك ده ما هنسى العمر كله. بس اسمعي بقى، الدكتور قال لا تتعرضي للشمس ولا ضوء جامد، سامعه ولا لا؟ سامعه. انتوا عندكم ضوء الشمس ولا عندكم ضوء من اساسه؟ ده انت عندك كلها هي لمبه مدخمسه. لا توحى، لكن امك ما تشوفهاش مش كده؟ خساره فيك الدمعتين وقريتي عليك وتبقي تعبانه. يا لهوي شوفي الولية يا ولاد، انت لسه كنت عماله تقولي توحه توحه، غيرتي اوام؟ لا طبعا يا ماما، انا ماديش غيرك انت وتوحه. يا حبيبتي يا رشا يا حبيبتي الحمد لله رب العالمين، يا رب اشوفك عروسه يا حبيبتي. هتتلم شويه وده وقته